تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام في هذا الحوار الجديد. هذا الحوار يدور حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالشأن اليمني، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي مؤخرا مشروع قرار بريطانية أمريكية ينص على نشر بعثة مراقبة دولية لتأمين اتفاق السويد الأخير بين الأطراف اليمنية. يهدف مشروع القرار إلى تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والعمل على نقل المسلحين من هذه المنطقة الحيوية. الكثير من التفاصيل المتعلقة في هذا الحوار الذي أرحب فيه مع حضراتكم بضيفي الأستاذ عارف الصرمي الكاتب والإعلامي اليمني. أستاذ عارف تحياتي، أهلا وسهلا. اسمح لي أتواصل مع سادتكم مع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير ابقوا معنا مشاهدينا. بهدف دعم اتفاق ستوكهولم بين طرفي الصراع في اليمن بشأن مدينة الحديدة، صوت مجلس الأمن الدولي على نشر مراقبين في الحديدة لتعزيز الهدنة في المرفأ الاستراتيجي بغرب البلاد. الفريق الأممي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة يترأسه الجنرال الهولندي باتريك كامارت، كبير المراقبين المدنيين بالأمم المتحدة، والذي وصل إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين. سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في مينائي الصليف ورأس عيسى في الحديدة، وسيعزز من وجود الأمم المتحدة في المنطقة. وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، فإن لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة كامارت، والتي تضم كلا من الحكومة اليمنية والمتمردين، مكلفة بتنظيم إعادة انتشار القوات في الحديدة. ومن المفترض أن تقدم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف بتعهداتها. تحديد أي موعد للاجتماع أو جدول أعمال واضح لكامارت في مدينة الحديدة لم يتم تحديده بعد، إلا أن مصدرا مسؤولا في الأمم المتحدة كشف عن اجتماع مرتقب للجنة إعادة الانتشار لتحديد مهامها وتقسيماتها، وذلك وسط أنباء عن أن الاجتماع الأول للجنة مشتركة سيعقد في الحديدة في 26 من ديسمبر الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الساحل الغربي في اليمن وصول الفريق الأممي للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة، والذي تقرر في مفاوضات ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين. القرار الدولي الصادر من نيويورك يراه مراقبون أنه جاء ليصادق على انتصار اليمنيين في مواجهة جماعة الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران، والتي فرض عليها القرار سحب مقاتليها من الحديدة وبقية الموانئ خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما، وهو الأمر الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين والذين يواجهون خطر المجاعة. أرحب بحضراتكم مشاهدين الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو الأستاذ عارف الصرمي الكاتب والإعلامي اليمني. أستاذ عارف أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالشأن اليمني، سواء اتفاق السويد أو مشروع القرار البريطاني الأمريكي، لو تطلعنا على الأوضاع ميدانيا وسياسيا في الشأن اليمني. يعني أنا أعتقد أن 4 سنوات من الحرب في اليمن أثبتت أن الحرب لا يزال عظمها طريا، وأن اليمنيين لم تنضج لديهم الحرب لتبدأ مرحلة السياسة. لا تزال الجبهات العسكرية مشتعلة، لا تزال البلد يحرق ويدمر ويضيع، واليمنيون يقتلون بعضهم، والتحالف العربي لم يحسم أمر هذه الحرب، ولا تزال الأخطاء تحصد مدنيين، واليمنيون لم يستفيدوا من تجربة العراق وسوريا وليبيا قبلهم. لا نزال ندور في دائرة مفرغة لا تنهي الحرب، لا تخلق منتصر ولا مهزوم، لا تذهب باليمن نحو مفترق طرق، وإنما تجعلنا ندور حول بعضنا في ذات الراحة التي تطحن نفسها. طيب خلينا ننتقل إلى اتفاق السويد الأخير بين الأطراف اليمنية، الذي قيل أنه وضع الكثير من النقاط سواء المتعلقة بالمدينة الاستراتيجية الحديدة أو اتفاق تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية. يعني أبرز ما يمكن أن نتوقف أمامه في اتفاق السويد في تقديرك. أحييك سيدي العزيز، واسمح لي بأن أحيط بالإجابة قبل الإجابة ذاتها.
أعتقد أننا في اليمن مجتمع خرج من القرية ولم يدخل المدينة بعد، تعثرنا في منتصف الطريق أو لنقل منعنا من استكمال المشوار، فلا حافظنا على ابن القرية المنتج ولا أنتجنا دولة المدينة. اتفاق ستوكهولم له دلالتين، الأولى أن الشرعية والجيش اليمني وأبناء الحديدة يعني ملأوا آذاننا حديثا من أنهم قاب قوسين أو أدنى من أن يطحنوا جماعة الحوثيين ويطردوها ويكنسوها. صحيح. من الحديدة. ثم جاء الضغط الدولي لهذا الاتفاق وإيقاف الحرب في الحديدة لتنتهي الأمور بإشراف ورعاية أممية. الحرب في تعز لم تتحرك لها الأمم المتحدة، الحرب في صنعاء، في نهم، في الجوف، في صعدة، لم يتحرك لها العالم، تحرك العالم للمنافذ الدولية، للمياه الإقليمية الدولية، تحرك العالم لمصالح اقتصاد العالم في البحر وفي المنافذ الدولية، وتحرك العالم ليأخذ أيضا زمام الأمور ويتحمل مسؤولية القرار في المنافذ الدولية لليمن. إذا كان اليمنيون عاجزون عن أن يديروا أنفسهم، عاجزون عن أن يصلوا إلى اتفاق، عاجزون على أن يحسموا هذه الأمور، فعلى الأقل بإمكان المجتمع الدولي أن يحيد مصالحه في اليمن ويدع اليمنيين حتى يفهموا لعبة الأمم، أو أن يتحولوا إلى محرقة أو تراب، لكن المنافذ الدولية حيث المصالح الدولية عليها أن تؤمن، وهذا ما قامت به الأمم المتحدة. أنا تقديري أن اليمنيين عليهم أن يستوعبوا الدرس، العالم ليس تحت الطلب لجنوب شبه الجزيرة العربية في اليمن. صحيح. العالم بذل جهده مع اليمنيين، جاء مجلس الأمن وانعقد في اليمن، حضر الأمين العام للأمم المتحدة إلى شخصيا إلى مفاوضات، وهي لم تكن مفاوضات، هي أقرب إلى مشاورات في ستوكهولم، لأنه لم ينبني عليها توقيع أو الالتزام، انبنى عليها أو نتج عنها قرار لمجلس الأمن يتيح فرصة أن يكون هو الأمم المتحدة مشرفة على المنافذ الدولية من خلال الحديدة، ميناء الحديدة، ما يترتب عليها بعد ذلك. نحن في اليمن بين فكي كماشة، بين بديل غبي مجرم أحمق، هي جماعة الحوثيين لم تأتي لتحكم إنما جاءت لتقاتل. كان بإمكانها يا سيدي أن تقوم بالانقلاب وتسيطر على صنعاء ستتبعها الأطراف، تسيطر على البنك المركزي، تدير. الشعب اليمني كلهم موظفين وعسكر سيحتاجون إلى الراتب وسيلتزمون بالدولة، يهمنا الأم ولا يعنينا ما جرى بعد ذلك، كان الأمر سيمضي. لكنهم لم يأتوا ليحكموا، وإنما جاءوا ليشعلوا الحروب في جنوب الجزيرة العربية، في حسابات، يعني جاءوا كذراع عسكري إيراني في الجنوب السعودي على مقربة من مخزون آبار النفط العالمي، وهذا يشكل قلق وتهديد عالمي، يعزز من الأوراق التفاوضية لإيران في الملفات الدولية والإقليمية خصوصا. كان هذا هو البديل القبيح الذي جاءت به جماعة الحوثيين، ولدينا في المقابل يعني إمكانية أن نتعامل مع تحالف عربي وشرعية يمنية، لكنهم يعني على مدى 4 سنوات أثبتوا أنهم غير جاهزين لحسم الأمور، ولا جاهزين بمشروع يكون أكبر من 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 فلتان الأعصاب الذي تنهجه إيران في اليمن، ولا جاهزين حتى لتقليم أظافر إيران في هذه المنطقة. إيران نجحت وحققت مكاسب، ما أنجزته إيران حتى الآن ليس قليلا. إيران خلقت جيش، سيطر على دولة، حزب الله على مدى 33 سنة لم يأتي بدولتين تحارب لبنان. صحيح. الحوثيين على مدى مجموعة أشهر أتوا بتحالف عربي من 14 دولة تقاتل في اليمن. حزب الله على مدى 33 سنة هو الثلث المعطل في المشهد الحكومي اللبناني في الداخل، لكن جماعة الحوثيين الذين سموا أنفسهم أنصار الله ابتلعوا اليمن وأشعلوا الحروب في البلاد وأقلقوا منظومة الأمن القومي الخليجي وصدعوا بدنيانا وحولونا إلى ملطشة في العالم. ما حققته إيران ليس يسيرا، في حين أن التحالف العربي، الأجواء بأيديهم، الأرض بأيديهم، التحالف، الشرعية، الحكومة، النخبة اليمنية التي ترفض الكهنوت والعودة إلى ما قبل القانون، كلها يفترض أن تكون في مصافهم. فإذا بنا نتفرج على 4 سنوات لا تنهي الحرب أمام مجموعة نزقة ملعونة في التاريخ، ملعونة في الداخل، مكروهة في الخارج، ولم تهزم. هذه هي المعضلة يا سيدي. أين المشكلة؟ يعني ملخص ما ذكرته، يعني قوة جماعة الحوثي التي من المفترض أنها أمام كل هذه القوات، التحالف العربي، الشعب اليمني، النخبة اليمنية، يعني أنا تقديري أن قوة الحوثي في أخطاء الشرعية والتحالف. الحوثي لا حاضن شعبي لهم ولا حاضن إقليمي أو دولي لهم،
لا حدود لليمن مع إيران حتى تسندهم، لا حدود حتى لحزب الله في لبنان مع اليمن حتى يسندهم، لا جوار شيعي يحيط باليمن حتى يسندهم. الحوثيون بإمكانهم حتى أن يدفعوا دفعا نحو السياسة، لكن لا يوجد من يدفعهم. هناك اقتصاد حرب نشأ، وهناك مصالح حروب نشأت. أعتقد أن ثمة من هو مستفيد من مختلف الأطراف من اقتصاد الحرب، الذي لو انتهى لتكون مصالح السلم أكثر يعني دخلا وأكثر إثراء من اقتصاد الحرب. وبالتالي الكل يبحث عن مصالحه، البعض من الكل يبحث عن مصالحه، لكن أنا تقديري أن المصلحة اليمنية والمصلحة الإقليمية العربية ومصلحة السلم الدولي ألا تتحول اليمن إلى بركة بارود. إذا انفجرت شظاياها لن تصيب الداخل فقط، وإنما الجوار الإقليمي والمصالح الدولية. لا مصلحة للجوار العربي بأكمله أن تتحول اليمن إلى أفغانستان أخرى. لا مصلحة لكل من يعنيها الأمن القومي العربي أن تتحول اليمن إلى أفغانستان أخرى، بلد فقير منهك دمرته الحرب سيتحول إلى صدع لمنطقة بأكملها كما حدث لدول القرم حينما انهار الاتحاد السوفيتي. الاستسهال أن تكون اليمن خرابة وليست دولة أمر مخيف لقادم الأمن القومي العربي بأكمله، وليس فقط لبلد يضيع وشعب يتوه ويخرج من التاريخ. طيب يعني سيدي، إذا كان الأمن القومي العربي أو إذا كانت مشكلة اليمن متعلقة بالأمن القومي العربي ما كانت الأمور عليه، ولكن مشكلة اليمن بيد الأطراف الدولية وربما أطراف إقليمية لها مصالح بشكل أو بآخر بعيدا عن الأمن القومي العربي، وبالتالي من مصلحتها أن تكون اليمن يعني منفذ لبيع السلاح وغيره من المشاكل التي نراها على أرض الواقع، فبالتالي يعني أين علاقة الأمن القومي العربي بما هو حادث؟ والله يا سيدي العزيز، لو تحولت اليمن إلى ساحة لكل قتلة العالم من القاعدة إلى داعش، لو تحولت اليمن إلى مضخة لتصدير الصداع للعالم، ستدركون حينها حجم الكارثة والمصيبة إذا تركت اليمن للضياع. يا سيدي، اليمن خزان بشري من 30 مليون فرد. اليمن عمق استراتيجي أمني لدول الخليج العربي، وهي تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية، ولديها مياه إقليمية يمر منها ما لا يقل عن سدس إن لم يكن ربع تجارة العالم. هذا المشهد لثلاثين مليون بشر إذا تغول فيهم الضياع والفقر وعصفت بهم الحياة بأقسى أشكالها، سيكون مناخ جاهز يوما ما للجماعات الإرهابية، لتجارة السلاح، لتجارة الأعضاء، لكل جماعة مجرمة في الوجود. أمامنا أن نتدارك أي بلد وليس فقط اليمن. اليمن تماما على حافة الضياع. اليمن يدمر، ينهك، يقتل على يد أبنائه وأخطاء جواره، لا ينقذه أحد، لا ينتشله أحد، يتفرج عليه العالم. نتحول إلى حرب منسية خارج أولويات راسمي صناعة القرار. أنا شخصيا لا أميل إلى أن أكون فزاعة في القنوات أو في وسائل الإعلام، كما أني أيضا لا أستطيع أن أبيع الوهم للآخرين. صحيح، نحن أمام تحدي خطير لبلد يقف على إرث من الحضارة والتاريخ ويجاور دول عليها القيمة. أكيد. ثم إنه دعني أتحدث بشيء شديد الأهمية بالنسبة لك أنت شخصيا ولي باعتباري في هذا البلد العظيم مصر. يا سيدي العزيز، جماعة الحوثيين هم الأحفاد الطبيعيين للإمامة بيت حميد الدين التي حكمت اليمن قبل ثورة اليمن في 62 في 26 سبتمبر، وهذه الثورة هي التي جاء جيش مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر طيب الله ثراه، وهذا الجيش العظيم جيش مصر والذي وقف مع الشعب اليمني لقيام ثورة اليمن ضد الأئمة الذين قاتلوا جيش مصر وقاتلوا اليمنيين وقتلوا من جيش مصر وقتلوا من اليمنيين، وهناك ثأر بين دم الجيش المصري وهذه الجماعة التي قتلت المصريين وقتلت اليمنيين. اليوم جماعة الحوثيين هم أحفاد من قتلوا المصريين وقتلوا اليمنيين. يا سيدي، جماعة الحوثيين ليسوا سوى أحفاد عرق وعائلة وسلالة تنسب نفسها مباشرة إلى الله وتجعل من الآخرين عبيدا لهم. لو كانوا يفهمون السياسة لما رفضناهم، لو كانوا رجال دولة لرحبنا بهم وفتحنا لهم الأحضان، لن نأسف على
من أضاعوا الدولة بأيديهم. صحيح. لكنهم يا سيدي لم يأتوا حتى ليشاركون المواطنة والهواء والأكسجين. كل النخبة اليمنية في المنافي، كل الأحزاب والتيارات في المنافي، كل الإذاعات والقنوات والتلفزة والصحافة والمواقع مغلقة، كل من هم على رأي في الكرة الأرضية مواقعهم محجوبة في اليمن، لا تشاهد ولا ترى. هذه جماعة لا علاقة لها بالتاريخ يا سيدي. أستاذ عارف، يعني اسمح لي أن أتوقف عند نقطة حضرتك ذكرتها فيما يتعلق، كلما اقتربت الحكومة الشرعية اليمنية من تحقيق أهداف حقيقية في الأماكن الاستراتيجية تجد أن الأطراف الدولية أو الدول الكبرى بيعلوا صوتها فيما يتعلق بهذه المنافذ، تحديدا ميناء الحديدة الاستراتيجي والمدينة. يعني في تقديرك أنت إلى أي مدى تدرك الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي هذه المدخلات الدولية؟ بالتأكيد يدركون، لكن وآلية يعني التعامل. شوف، لا يوجد عاقل في المشهد السياسي اليمني الراهن إلا ويلوم الشرعية والتحالف العربي على التقصير، لكن كل لوم يمكن أن نقتنصه في الأرض ضد الشرعية والتحالف لا يمكن أن يقلب البوصلة ويجعلنا نؤمن بجماعة قتلة ومجرمين ولصوص هم جماعة الحوثيين. يعني لا تاريخ لهم حتى في الوفاء بعهد واحد في التاريخ. ينكثون العهود، يقتلون الحلفاء. يعني حتى لو اتفقنا مع كل ما تذكر، ولكن كنوع من التقييم الذاتي لما هو حادث بعد 4 سنوات من المشكلة، يعني كيف نقيم تعامل الحكومة الشرعية مع تداعيات الأحداث من على الصعيد السياسي والصعيد العسكري؟ الحكومة الشرعية أمامها تحدي الوجود، إما أن تبقى وإما أن يعني يقدروا حجم المرحلة. أنا تقديري أن الحكومة الشرعية حتى الآن لم تنجح، وأمامها تحدي الفشل، وعليها أن تدرك أن لا الشعب اليمني ولا الحلفاء والأنصار من الداخل ولا العلاقات العربية والدولية ستبقى معهم إلى الأبد دون إنجازات. فإما أن ينجزوا وإما أن يبحثوا أو يتركوا المجال لغيرهم لينجز. في الحقيقة نحن ندرك جيدا أن الدعم العربي كان لهم كبيرا، والدعم الغربي كان للشرعية كبيرا أيضا وللتحالف. أعتقد أن هناك تململ دولي الآن، وثمة ميل لدعم جماعة الحوثيين على غرار كما لو أنهم يقولون دعونا نجرب الآخرين أيضا. يعني أغلقنا الأبواب والطرقات وجعلنا القانون الدولي والإنساني يلعن جماعة الحوثيين من أجل هذه الشرعية، وهذه الشرعية لم تخطو خطوتين إلى الأمام، دعونا نجرب جماعة الحوثيين. أيضا أنا تقديري أن ترامب الرئيس الأمريكي ترامب يتجه في المراحل الأخيرة لنهاية حكمه أو فترته الرئاسية، وإذا ما مرت هذه المرحلة لترامب لعل الرياح الدولية قد تعود إلى العلاقات الأمريكية مع إيران من جديد قبل إلغاء الاتفاق النووي، وبالتالي قد لا يكون الحوثي في المراحل القادمة مشكلة للمجتمع الدولي إذا ما عادت العلاقة عميقة أمريكيا مع إيران على الأقل في الظاهر المعلن. ثم إن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومع الإمارات العربية المتحدة موجودين على الأرض وفي الجو، لكن هذا الوجود لم ينهي الحرب على مدى 4 سنوات. يحقق إنجاز هنا، يتراجع يوما ما هناك، يتقدم هنا، يخلق أنصار، يخلق جيوب عسكرية، لكن في الأخير الحرب لا تزال موجودة في اليمن. طيب اسمح لي أتواصل مع سيادتك، ولكن بينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد عبد الملك اليوسفي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد عبد الملك، دكتور عبد الملك تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور، يا مرحبا. أهلا وسهلا. يعني في تقديرك الحوار يدور حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالشأن اليمني، مشروع القرار البريطاني الأمريكي وأيضا اتفاق السويد، يعني في تقديرك أنت يعني كيف تقرأ هذه التطورات من الناحية السياسية؟ أعتقد دكتور أن القرار الأممي 2451 هو انتصار كبير للحكومة اليمنية، ويعني نجاح غير مسبوق للدبلوماسية الخليجية التي استطاعت احتواء قرار بريطاني سابق كان لم يكن بتلك القوة. فيأتي قرار أعتقد أنه أقوى قرار أممي جاء من مجلس الأمن بعد القرار 2116 والقرار 2140 الذي يرجع إلى نصوص القرار وديباجته، يجد أنه قرار رزين ملتزم بمسألة الحل السلمي. ودعني أسرد بموضوعية للمشاهد الكريم بعض النقاط من هذا القرار. أولا، في ديباجة القرار تجد أن القرار يؤكد على سيادة اليمن، على الالتزام بسيادة اليمن
واستقلاله ووحدة اليمن ووحدة أراضيه. وفي القرار يتحدث عندما يدعو الحكومة اليمنية والحوثيين وبالتالي التأكيد على سيادة اليمن ووحدة أراضيه والتأكيد على الحكومة اليمنية على الاعتراف بالحكومة اليمنية هو تأكيد أنه لا مجال لتجزئة القضية اليمنية بالتعاطي مع الحوثيين كواقع أمر واقع كما يحاول أن يسوق بعض الأطراف المأجورة داخل كواليس الأمم المتحدة. وهذا يؤكد إلى كلام قلته سابقا وكررته كثيرا في قناة النيل وفي قنوات كثيرة أخرى أن هنالك فصام ما بين إرادة المجتمع الدولي المتمثل في القرارات الأممية وبين سلوك الهياكل الأممية وخصوصا الهياكل الأممية في اليمن. الأمر الآخر من هذا القرار في ديباجة القرار أيضا يذكر أن الصراع في اليمن ما زال يشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين، وهذا يتناغم مع تصريحات رسمية وتعبيرات رسمية عن الأمريكان وعن الإنجليز وعن الفرنساويين وعن الأوروبيين عموما أن إيران ونشاط إيران في المنطقة يشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين. هذه الحيثيات التي سندت في ديباجة القرار هي تضع القرار في الاتجاه السليم وهي المعالجات السليمة، كما أن القرار في ديباجته أيضا يؤكد على الالتزام بقرارات مجلس الأمن السابقة وعلى الأخص هكذا ذكره بالقرار 2216 وعلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وبالآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية. هذا الكلام كله في ديباجة القرار. تمام. القرار وردت مجموعة من المواد أكثر من 10 مواد مختلفة كلها تعطي يعني هو أقرب لما تكون قرارات تنفيذية إجرائية لتأكيد اتفاق السويد الذي يعتبر أيضا انتصار جميل للحكومة اليمنية. ولعلك تقرأ من بنود القرار ومن صياغة القرار لهجة حازمة عندما يتحدث في مسألة الانسحاب إعادة الانتشار انسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة الحديدة ومن ميناء الحديدة ومن ميناء الصليف، فإنه وضع ديدلاين وقت يعني هكذا في النسخة الإنجليزية خلال 21 يوم يعني طيب دكتور حتى تتضح الصورة للمشاهد الكريم. الأمر الآخر كان هنالك فريق فني من الأمم المتحدة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. هذا اللجنة هي لجنة مدنية من 40 عضو مدنية أعطاها مجلس الأمن ولاية 30 يوما فقط، يعني بمعنى أنه رمى كرة القبول استمرار اللجنة للحكومة اليمنية، إما أن تقبل استمرارها أو تعفى من مهامها لأن الولاية القانونية لها فقط 30 يوم. بقية المواد كلها تصب في مصب التنفيذ، وعدنا على الحوثيين سرعة التنفيذ، مسألة التأهيل، التهيئة لجولة مفاوضات قادمة، هذا لا يكون إلا بالالتزام الكامل بالانسحاب حسب المقررات الستوكهولم، بالإضافة إلى دعم اتفاقية الأسرى وبالإضافة إلى دعم التفاهم حول تعز. طيب دكتور، يعني يهمني برضو أسمع وجهة نظر حضرتك فيما يتعلق كلما اقتربت الحكومة الشرعية والتحالف العربي من تحقيق نصر استراتيجي في إحدى المدن أو المواني الهامة في اليمن، بنرى تدخل الأطراف الدولية لمحاولة فرض بعثة مراقبة مدنية، العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، يعني في تقديرك يعني كيف تقرأ هذا الأمر؟ أكرر دكتور، دعني أكرر أن هنالك فصام، لا بد أن نقرأ الموقف الدولي من خلال التعبيرات الرسمية والقرارات مجلس الأمن فقط. في حين أن الهياكل الأممية مخترقة بناس من السلالة الخبيثة، بناس مرتهنين للمخابرات الإيرانية، قطر تدفع مئات ملايين الدولارات لمنظمات لديها صفة استشارية لدى هيئات الأمم المتحدة، وهؤلاء يشتغلون على العاطفة الإنسانية. الناس عندهم قيم، عندما تتحدث عن حقوق الإنسان وتتخذ مترين حقوقية، أنا اليمني عندما يقال لي تعال نتحرك على سن نقف الحرب أفرح فرح غير عادي، رغم أني أرى أني مشرد من بيتي ومشرد من مكتبي، لي 4 سنوات أتمنى أن أعود إلى مكتبي في صنعاء، لكن عندما يتم الحديث تعال ننهي الحرب، الدعوة لإنهاء الحرب، أي واحد يتعاطف. وبالتالي المشكلة ليست في المجتمع الدولي ولا في دوائر صناعة القرار في المجتمع الدولي، المشكلة عند الفترينات الحقوقية وعند الهياكل الأممية التي الدكاكين الحقوق الدكاكين العمل الحقوقي المرتهنة للشأن الإيراني والمرتهنة لقطر، وفي هياكل الأمم المتحدة المخترقة ومحاولة التطوير، يعني إذا حصل انتصار عسكري بدأوا يتحركوا بمسألة حقوق الإنسان، وللأمانة لديهم شغل كبير خصوصا في أوروبا وفي أمريكا وفي كواليس الأمم المتحدة، لكن في الأخير
عندما يأتي المسألة لصناعة القرار الدولي والمجتمع الدولي تجد في الأخير ما يصح إلا الصحيح. يعني الحكومة اليمنية هي تخرج دائما منتصرة لأنها صاحبة الحق، لأنها صاحبة المشروعية. أبنى وذين شوية انقلابيين على الدولة، شوية إرهابيين مارسوا كل أنواع النب. الأمر الآخر الذي أنا أعتبره جانب إيجابي جدا من قرار مجلس الأمن 2541 أنه من خلال قراءتي السلوك السياسي والعسكري للميليشيا الانقلابية أنهم الذين يلتزمون، وبالتالي أنا أعتقد أنهم الآن في الزاوية الصعبة. وذكر الكلام كنت قلته في برنامجك دكتور، وقلته أيضا في برامج أخرى وفي قنوات كثيرة أن هنالك إرادة لدى المجتمع الدولي الآن، رفعت العصا الغليظة في وجه المشروع الإيراني، لم يعد هنالك مجال، الناس رفعت العصا الغليظة في وجه المشروع الإيراني، ولا بد من تأديب إيران في المنطقة، ولا بد من انتهاء المشروع الحوثي بعز عزيز أو بذل ذليل. لم يعد لدى المجتمع الدولي صبر، وبالتالي أعتقد أن الرندعة والكلام الفاضي الذي يعملوه الحوثيين هذه عبارة عن رفسات الذبيح، عندما الديك الذبيح عندما يذبح. سفينة الحوثيين تغرق، لا بد أنه أنا أرجو من الإعلاميين المؤيدين للشرعية ألا يمنحوا الحوثي خدمات مجانية، لأن هنالك شبكات مصالح تتوثب للانفضاض عن الحوثي، وفرزان تتوثب للقفز من سفينة الحوثي. فلا توهمهم أن المجتمع الدولي ما زال يدعم الحوثي، لأن الواقع أن الداخل يلفظ الحوثيين والخارج يرفضهم. أشكرك جدا دكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا. عود مع حضراتكم إلى ضيفي مشاهدين الكرام الأستاذ عارف الصرمي الكاتب والإعلامي اليمني. أستاذ عارف، يعني وجهة نظر أخرى بيطرحها الدكتور عبد الملك بأن هناك يعني موقف دولي بيتمثل في لابد من تأديب إيران، وأنه رفعت العصا الغليظة بالنسبة لجماعة الحوثي. يعني هل أنت تتفق مع هذا الطرح أم أن هذا الكلام هو كلام يعني يحتاج إلى مزيد من التحليل؟ دعني أحترم كل الآراء، وأعتقد بأنه من الشيء الجميل أن تكون هناك آراء يعني مؤيدة ومتعاطفة، وآراء تفتش وتبحث عن بصيص أمل ومنافذ لتعطي للناس جرعة كبيرة من الأمل وتشحنهم، خاصة أنه في مثل هذه الظروف من الحروب تكون الناس يعني تحتاج إلى من يعطيهم إشراقات وضوء في كل الأحوال. دعني أعيد قراءة السياسة كما هي السياسة، ليس كما أتمناه وأحبه، لكن كما هي بحقيقتها. صحيح يا سيدي العزيز، 4 سنوات من الحرب بلا منتصر ولا مهزوم لا يمكن أن يضاعف العواطف، وإنما سيجعلك تطوق بالأسئلة وبالملاحقات والظنون. ستتراجع حسن النوايا ويتعاظم العقل المتآمر. صحيح. أنا تقديري أنه حتى لا نكون أيضا نحن أسرى للمصطلحات والجمل التي تحاكم أو التي تعشق وتبجل، الواقع يقول بأن اليمن تطحنه الحرب 4 سنوات، وأن من انقلب لم يكن لديه مشروع ولا خطة للسيطرة ولا للتطبيق ولا للسيطرة ولا لإنقاذ اليمن ولا أي شيء، وأن من خسر الدولة ووجوده مبرر للأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي ليدفع عن اليمن وعن مضرة الخليج هذا الذراع العسكري الإيراني، هذا الانفجار المخيف لراهن ومستقبل الأمن القومي العربي. أيضا من أحس بالخطر ومن جاء بالخطر كلاهما لم يعني يبرحوا مكانهم خلال 4 سنوات. هل أمامي أنا كصحفي يمني أن يعني أتحول إلى كوافير ومكياج للقبح لكي أبقى مع الشرعية؟ وهل أمامي أن أتحول إلى لسان للقتلة والمجرمين حتى أحافظ على مصالحي في الداخل؟ أنا مواطن يمني لم أعد أشعر إلا ببلد يضيع. أنا مواطن يمني أشعر بحجم الجرح والآلام في الداخل، وأشعر بحجم المخاوف الإقليمية والعربية، العالم العربي والمجتمع الدولي لن يكونوا تحت الطلب لمجتمع لا يريد أن يخرج من أزمته. وبالتالي علينا أن نقرع الأجراس على الجميع دفعة واحدة، من هم في الخارج ومن هم في الداخل. ضعوا حدا لهذه الحرب،
صحيح بعد ذلك كيف يكون وضع هذا الحد؟ هل ننهي هذه الحرب وتبقى الأمور على حالها وبالتالي يكون الحوثي قد ابتلع البلد؟ إذن لماذا قامت الحرب ولماذا خاف العالم؟ المجرم لا يزال على حاله ولا يزال أصابعه على الزناد يقتل ويفجر ويدمر. وأنت في الخارج عليك يعني أن تعيد حساباتك. نحن في الأخير أمامنا أن نراعي مسألة مهمة جدا. العالم سيمل لنا والمجتمع الإقليمي العربي دولا وشعوبا يعني في الحقيقة ليست مستعدة أن تعيش صداع أبدي اسمه اليمن. هي تعودت عن أن نحدثها عن اليمن السعيد وعن البن اليمني والعسل اليمني ورمان صعدة وابن الحضارة وثقافة جنوب شبه الجزيرة العربية وما إلى ذلك والأغاني والدان الحضرمي، ولدينا إرث كنا نقدمه للعالم. اليوم لدينا نواح، لدينا أنين، لدينا شكاوي، لدينا بكاء، لدينا ألم، قتل يعني انفجر ذهب انتهى، مش معقول. لكي تتغير المعادلة علينا كيمنيين أن ندرك حقيقة المشكلة بحجمها الذي يتعاظم، وأننا لم نعد إلا مشكلة لدى العالم ولم نكن ولسنا حلول. طيب ما المطلوب من الآخرين؟ هل فقط يعني كل ما خاطبت مصر أريد منها أن تنقذ اليمن، كل ما خاطبت دول الخليج، كل ما خاطبت المجتمع الدولي تعالوا وانتشروا اليمن؟ أمام اليمنيين أن ينتشلوا أنفسهم ويغيروا أورا ميزان المعادلة. لن تنتهي الحرب في اليمن إلا إذا كسرت الآلة العسكرية لجماعة الحوثيين، ثم بعد ذلك لنجنح للسلم أو للتفاوض على أي مربع يكون. إذا لم تكسر الآلة العسكرية لجماعة الحوثيين فإن التهديد لليمنيين وللأمن القومي العربي سيظل إلى الأبد. 4 سنين من التحالف العربي لم يستطيع كسر الآلة العسكرية لجماعة الحوثي في تقديرك؟ والله لا أدري إن كان لا يستطيع أو لا يريد، لكن أنا أتصور أن جماعة الحوثيين ما زالت لها القوة العسكرية التي تستطيع من خلالها. هي في تحالفها السابق مع علي عبد الله صالح الرئيس السابق والنظام القديم أو الدولة العميقة وبتحالفاته القبلية بميزانه العسكري بما إلى ذلك، هي تقريبا ورثت يعني ميراث الدولة العسكري والأمني والإداري تقريبا. وبالتالي باستطاعة أن تقتل اليمنيين بجيش اليمنيين، صحيح، باستطاعتها أن تجوع اليمنيين بمال اليمنيين. وأنا تقديري أن هذا أمر أصبح مفروغ منه. بعد ذلك هل أن التحالف العربي لديه قدرة وإمكانية أن يصرف على هذه الحرب إلى الأبد وبالتالي لا يقلقه، أم عليه أن يكسر هذه الآلة العسكرية الحوثية؟ وإلا فإن هذا التوقيت سيكون بإمكاننا أن نناور، نتقدم خطوة، نتراجع خطوة، نلعب بأوراق السياسة، نلتف على المشاكل الكبيرة حتى نفرغ لمشكلة اليمن، لكن قد تأتي الرياح يوما ولا تخدمنا الظروف. طيب يعني في تحليل سياسي يعني يهمني أسمع رأي حضرتك فيه، بعض الأطراف في التحليل السياسي بتقول لن يسمح للتحالف العربي أو الأطراف التي تريد إنهاء الأزمة اليمنية لصالح الحكومة الشرعية والشعب اليمنية بتحقيق أي انتصار عسكري حاسم على جماعة الحوثي. يعني أنا تقديري أن هذا الكلام بالمطلق غير صحيح، لأنه أصلا العالم لا يمكن أن تكون له مصالح مع جماعة الحوثيين. بالمناسبة جماعة الحوثيين لا تفقه السياسة، وربما يكون له مصالح في استقرار الوضع في اليمن كما هو عليه. في الحقيقة يعني لا تدرك حجم الخطر إذا ظلت اليمن على ما هي عليه. أنا أدرك وأنت تدرك، لكن يعني يعني أنا التقيت على فترات ماضية طويلة بالسفراء الغربيين ربما قاطبة يعني وكنا على صداقات حتى بالسفير الأمريكي، السفير البريطاني، الألماني، الهولندي، زرنا دولهم، زرنا مكاتبهم، تعاملنا معهم ونعرفهم ويعرفوننا. لا أعتقد أن أحدا منهم يستوعب أن بقاء اليمن بهذا الضياع مصلحة غربية أو حتى إقليمية. لو كانت جماعة الحوثيين جاءت ببديل سياسي وبمشروع سياسي لقلت لك أنه ما الذي سيمنع الآخرين من التعامل معهم؟ تمام. لكن هذه جماعة جاءت تقتل ولا يعنيها من أمر البلد شيء، جاءت تفخخ وجاءت تخدم إيران وتنفذ توجيهات وأجندة إيران وليس غير ذلك، لا تملك قرارها بالمطلق. وبالتالي أعتقد أنه يعني مقلق أن تكون إيران تصنع جيوش وأجنحة لتقلق العالم وتفرض أجنداتها بالسلاح وتفرض أجنداتها بملفات القتل والدمار،
وتقلق الأمن القومي الخليجي بأكمله، وهو يعني أعتقد منظومة النفط العالمي في الأخير. طيب خليني قبل الوقت ما يأخذنا وأرفع عنك الحرك في الإجابة على هذا السؤال، يعني قد ترى المؤسسات الدولية أو المنظمات الدولية أو بعض الأطراف الدولية اللاعبة على المسرح الدولي بقوة أن الحكومة الشرعية اليمنية ليست لديها رؤية أو آلية للخروج باليمن من هذا المأزق، وبالتالي لا يجد دعم كافي أو آلية كافية من المجتمع الدولي لخروج اليمن من أزمته الحالية. هل أنت مع هذا الطرح أم أنه كلام سياسي؟ ليس كلام سياسي ولا مجال لأن أكون خصم لهذا الطرح ولا حتى متحدث باسمه. أنا أريد أن ألتف على هذا الطرح وأقول أنه أمام الشرعية اليمنية أن تدرك بأنه عليها أن تقدم قفزة في إقناع التحالف العربي وتحقيق إنجاز على الأرض يكسر الآلة العسكرية الحوثية. إذا تأخر كسر الآلة العسكرية للحوثيين فالميزان للشرعية اليمنية يتآكل لدى المراقب العربي ولدى الداعم الغربي. وسيأتي اليوم الذي تكون الشرعية أمام العالم هي شرعية فاشلة وتستحق ما جرى لها. وأمامها تحدي أن تتدارك أنه لا يزال لديها شعب يلعن جماعة الحوثيين ويتوق إلى الانعتاق من جماعة الحوثيين وترنو نحو قيادة شرعية لديها علاقات إقليمية ودولية تحرر هذا الشعب اليمني من هذا الكابوس المسمى جماعة الحوثيين. أمام الشرعية أن تكون بحجم هذا المستوى وإلا فإنها ستلفظ أنفاسها بنفسها. نورتني في هذا الحوار، شرف كبير لي أني معك. أشكرك جدا الأستاذ عارف الصرمي الكاتب والإعلامي اليمني، أشكرك على كل هذه التحليلات، شكرا جزيلا. شكرا لك يا رائع. شكرا لك. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم، شكرا لكم وإلى اللقاء.